ولمزيد من التفاصيل يطلعنا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات على التفاصيل. نحييكم من الهيئة الوطنية للانتخابات في ختام اليوم السادس الذي بدأ في تمام الساعة 9 صباحا، وقد انعقدت أعضاء لجنة الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال أي من المرشحين، ولكن في اليوم السادس لم يتقدم أي من المرشحين منذ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، وكما أعلن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام 5 مساء مع غلق هذا اليوم السادس. ومن المعروف أنه حتى اليوم أو حتى هذه اللحظة تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق ترشحي 3 مرشحين. المرشح الأول هو المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، ثم المرشح الرئاسي السيد فريد زهران، ويوم أمس ترشح المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد. من المقرر أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق المرشحين الرئاسيين المحتملين حتى يوم 14 من أكتوبر، وكانت قد فتحت أبوابها لتلقي أوراق الترشح لخوض غمار انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 يوم 5 من أكتوبر. ومن المتوقع أيضا أن يتم إعلان عن القائمة المبدئية لمرشحي رئاسة الجمهورية يوم 16 من أكتوبر، وفي يوم 9 من نوفمبر القادم بإذن الله سوف يتم إعلان القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية. نتابع معكم من الهيئة الوطنية للانتخابات يوميا وحتى 14 من أكتوبر أوراق مرشحي رئاسة الجمهورية الذين يتقدموا للهيئة لتقديم أوراق ترشحهم، وينبغي أن يكون معهم إما أكثر من 20 تزكية من السادة أعضاء مجلس النواب أو نحو 25,000 توكيل شعبي من المواطنين من نحو 15 محافظة. نتابع معكم يوميا حتى 14 من أكتوبر من هنا من الهيئة الوطنية للانتخابات، إليكم زملائي في الاستوديو.